مقطع آخر للطلبة وذويهم نشاهد معاكم. السلام عليكم ورحمة الله. إحنا كدفعة خريجين سنة 2020 من الشهادة الثانوية، إحنا دفعة عانينا بكل ما تحمل الكلمة من المآسي، كورونا، على فيضانات، على مشاكل اقتصادية، مشاكل لا حصر لها. تجي بعد الحكومة ما قدرت تدخلنا جامعات، يعني أنا زول نتيجتي 93.1، أنا أعلى من كده أمشي وين؟ ها؟ دي لما دخلتني الجنة أمشي وين؟ فالحكومة لو ما عادت الحكاية دي، واحدة من الاثنين، يا دار الناس تمشي خاص وتدفع من قروشها والناس ما عندها حكاية دي، أو دار تطلعنا برا، دايرانا نخش ما نتعلم، واحدة من الاثنين، ما في حل في النص. وأيضا لدينا طالب آخر ربما يتحدث، أو طالب يعني من أبنائنا الطلاب يتحدثون عن الحالة، نشاهد معه. الطالب على الدين عبد الله احمد حارس احرستا 91.3، وكانت يعني كان الصدمه انه انا بعد ما قدمت جاء نتيجه القبول ظهرت انه ما مقبول، الطالب غير مقبول، مع اني انا قدمت يعني في مجالات اقل من نسبتي، قدمت صيدله، قدمت طب، يعني تنازلت ذاته، يعني كان حلمي يعني اقرا طب، لكن تنازلت شويه قلت اقدم صيدله، يعني كنت اخذت انه الحته اللي انا الصيدله قد قلت ما حيشيلوني، لكن تفاجات انه حتى الصيدله اللي انا كنت اصلا ما رغبتي وكنت اخذتها اصلا بس زي رملة بقى الفراغات العشره دي، انا لما قدمت لقيت انه ما شالوني فين حتى هم. ليه؟ لانه في المقعد بتاعي انا قاري فيه واحد ثاني قاري بقروش جاي الدولار دافع قروش كتير قاري فيها، انا اجتهدت تعبت. بعدين يعني شنو يعني الحركه بتاعتي انه قاموا خلصوا المقاعد بتاعت القبول العام وزادوا في المقاعد بتاعت القبول الخاص. يعني ليه؟ يعني معناته انت ما عندك مليار ما تقدر، انا كان عندي مليار قسما اخلي لك البلد دي، والله السودان ده اطلع اخليه كان عندي مليار، ليه يعني؟ بعد التعب ده كله احنا يعني امتحنا في ظروف صعبه، امتحنا في ظروف صعبه شديد يعني، والعالم ده كله بيشحت، نحن في ازمه بتاعت عيش، ازمه بتاعت بنزين،